اخوان السلام عليكم. قبل ما نبداو صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هادشي قبل ما نبداو صلوا عليه، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشوفوا معنا الفلوق هذا اللي بالحوط، وعيشوا معنا اللحظه، واللي عجبو يخلي الدراري معنا التعاليق الزوينه. ضروري الدراري يخلوا لنا التعاليق والاراء ديالكم. راه دابا نتوما الاراء ديالكم مهمنا بزاف. شنو الحاجه اللي عجبتكم واللي ما عجبتكمش؟ اللي ما خصناش نعاودوها مره اخرى. الاراء ديالكم راه مزيانه. يلا دابا عيشوا معنا اللحظه، ما تنساوش الدراري البارطاج، ما تنساوش اصحابي البارطاج. البارطاج راه شي حاجه اللي مهمه. واش فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ عاوتاني يلا سيدي على بركه الله نتحركوا. يلا غير نتسابقوا مع هذا، ولكن اخويا ما عنديش ايديولوجيا تاع بد حشمه. وراه الدراري صعيب باش نكون مركز مع الطريق، ومركز مع السوق زعما، ومركز مع التليفون لم يطيح لي، ومركز مع شنو بنقول يعني باش السوق والصوار راه ماشي سهل. يلا الاخوان عيشوا معنا اللحظه. يلا مول تاكسي، سير سير سير. الرب من على اليسار ياك، كيف ديما الدراري ديما ندخلوا في هاد باب الرب. القواص هادو عيشوا معنا فيهم اللحظة. ديما بابا قلنا كيف العادة. الله يعيش معنا الدراري اللحظة. ضروري ما تجيبوا الحوت بعدا، الحوت ضروري بنجيبو. دير كيلو دشهرن وتهلا فيه. دابا تخيم صيدي تهلا فيه. لاحظتك دابا الدراري بنمشيو عند مول السفنج. عيشوا معنا اللحظة مول السفنج. عاوتاني نجيبو من عند السفنج حط جبنة، قلنا السفنج والخضرة، ندوزو للحانوت نبداو الخبز. الخبز بعدا هي الأولى. عيش معنا اللحظة د الخبز والسفنج. طال دير شي أربعة الخبزات. فين هو محسن؟ تلفو دراري سبقت الخبزية الأولى، دابا نفعل موسم الخضر تاع بدا. ولكن ما تنساوش أصاحبي راه الجامعة الدولية سيدي هي هذي ديما شنو نطلع معاكم. ضروري تدوز وما تدوز عليها زعما، أي لحظة خصها تدوز من هنا خصها تشوف ولادي ياسين. كلشي ياك عيشوا معنا اللحظة الدراري. يلا ما تنساوش أصاحبي البارطاج وشي تعليق زوين. أنتو الشارع اللي عجبني سي تعليق زوين والبارطاج ودعموا خوكم. متابعة الصفحة ولا متابعة ولا ابوني في اليوتيوب. يلا عيشوا معنا الدراري اللحظة. نشوف بعد عند هادو خطة من باش يبقى وعاد الحانوت التالي. تبارك الله على الاخوان. هذا الجامع الدراري، هذه هي الجامع مولاي يزيد. يعني بالنسبة لكم عاوتاني نتوما هذه شنو كذا عليها الجامع، يعني ماشي بحال أي جامع. هذه راه عندها عاوتاني واحد التاريخ عريق، راه بنيناها في واحد العهد اللي تقريبا هو اللي علاش يخليو الناس تجي لهاد مراكش. هذا هو التراث مراكش، المآثر د مراكش. يعني بحال قلنا جامعتنا ان عندها تاريخ، المنارة عندها تاريخ، هذه جامع مولاي يزيد عندها تاريخ يعني كبيرة تبارك الله. شكون دار بحال قلتي الكتبية، بحال الكتبية تاهي. المهم عطيناكم بعدا واحد المعلومة على هذه. هذه هي القصبة ديال مراكش، يعني في كان هنايا الموحدون ولا الموحدين ولا ما عرف. المهم هي هذه. ودابا الدراري نمشيو بحال هنا ونكملوا الطريق. شفتوا شحال النصارى يجلسوا اونفاس مع الجامع، هذا كاملين اونفاس مع الجامع مولاي اليزيد. وها مراكش باش زوينه، واه يا لهاد الرجال كلشي اسوق المواطن بحال بحال. دابا نتوما الدراري ديك الباب اللي يبان لكم وراي، راه
يبان لكم شي حاجه عاديه دابا بالنسبه لكم، ولكن هذاك راه عنده تاريخ، هذاك راه من الموحدين هذا. عرفتي دابا هذا في الصباح ما لقاش بلاصتك هنا مع النصارى كتصوروا معاه، هذا هو باب اكناف في مراكش. انا عنده واحد التاريخ عريق، تاريخ طويل بزاف قرون. يعني هو تيديروا ليه الترميم كل مره كيراه عاودوا يرموه، ولكن هذا هو الباب اكناف اللي كاين في القصبه في مراكش، باب القصابه تقريبا. كيبان لك انت غير باب عادي، ولكن هو راه التراث ديال البلاد، هذا هو اللي يخلي السياحه يجذبها تدخل عندنا البلاد. من بعد الدراري ما تقضينا الخضره وما تقضينا العام سي الشفنج، ما بقى لينا دابا عاشوا الطواله، عيشوا معنا اللحظه وعيشوا معنا ديك الشيء حرف حرف. والمهم سمحوا لنا الدراري باقي شويه، باقي ما عرفوش يصوروا، باقي ما شادينش شويه العضلات في هادشي ديال الصوار ديال راكم عارفين مبتدئين اصاحبي. باقي يلاه قلنا بسم الله، انتم عطيونا على الاراء ديالكم، عندكم شي معلومه فيدونا بها اصاحبي. راه دابا انتم هما كلشي، فهمتوا؟ انتم اللي بنعطيونا الاراء ديالكم، شنو خصنا نديرو شنو ما خصناش نديرو، ماشي حنا اللي بنعرفوا كلشي اصاحبي. المهم حنا كنشاركوا معكم كل حاجه بلحظه بلحظه، وانتم كملوا الدراري بالرجل، عطونا التعليق ديالكم اي حاجه اي خطوه درناها. وهذه هي وزاره الاوقاف في مراكش، هي هذه راه كبيرة صاحبي، تبارك الله. هادشي قداش ولا انت شوف، ها الاخرى فين هي؟ راه كاملة هادي ماشية وزارة الاوقاف، ولكن ما نضيعوش الفرصة ونوريكم واحد المعرض اللي تبنى. عرفتي قداش مؤتمر واقيلا، عرفتي قداش بحال غادي لكم فاند الله اعلم. ها هو حبيبي، عرفتي قداش حبيبي؟ هذا تبارك الله شحال يسمع ديال البشر. وما كاين العكسية تولا، ها باش تصوب واحد اليد وزعما وضرب كز والصوارة ماشي سهلة الدراري. ها انا تنقول شي حنا ساهلين، راه ما ساهلينش. ها مالهاش. والمهم الاخوان، الى هنا تنتهي مسيرتنا او لا خرجتنا. المهم اروح السيد وابو الخيام، الله يسر الله يعاون. المهم الاخوان تهلاو ليا فرحكم ونشوفكم في سعادة الخير. عطيونا الاراء ديالكم الدراري، شنو عجبكم في هادشي، شنو اللي ما عجبكمش، يعني حفزونا صاحبي، حفزونا. التعاليق ديالكم تعاليق الدراري هنا بنعرف شكون اللي غيعلق. اي حاجه ما عجبتكمش علقوا لنا عليها، اللي عجبكم شي حاجه علقوا لنا عليها، شفتوا شي حاجه كنديروا فيها الخطا الدراري شرحوا لنا، راكم عارفين حنا راه ما كنفهموش في هادشي. عطيونا الاراء ديالكم، تحية للإخوان. ما تنساوش الدراري البارطاج، دعمونا بالبارطاج، لا عندو شي جروب ولا شي لعبة بارطاجي لنا الدراري. ما تنساوش متابعة الصفحة، أبوني في القناة، وتحياتي للإخوان والسلام عليكم.